نشرة الأخبار مع علي السعدي. أهلا بكم إلى هذه الساعة الخبرية وتتابعونا في عناوينها. أيضا له أمر أساسي لأمن واستقرار الإقليمي وإعادة توازن المنطقة طالما شكلت مصر والعراق حجر الأساس في هذا التوازن. بعد 15 مذكرة واتفاقا بين العراق ومصر، الكاظمي يؤكد أن علاقات البلدين تعيد التوازن والاستقرار للمنطقة. القوات الأمنية تعيد فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير، والمتظاهرون يرفعون آخر خيامهم بعد عام من الاحتجاج. أيها رب الإله، يا مكلل الشهداء ومعزز الأبطال، يا من وهبتهم قوة جابهة الشرير عدوهم. إحياء الذكرى العاشرة لجريمة كنيسة سيدة النجاة وصالح يؤكد ضرورة إنهاء هجرة المسيحيين من العراق. بعد تجاوزها المليون إصابة بفيروس كورونا، بريطانيا تقرر إعادة الإغلاق وفرض شروط صارمة اعتبارا نهاية الأسبوع. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العلاقات القوية مع مصر تعيد الاستقرار للمنطقة. الكاظمي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره المصري مصطفى مدبولي أشار إلى أن بغداد والقاهرة تشكلان الحجر الأساس للتعاون الإقليمي. لدينا رغبة صادقة ببناء أفضل علاقات والالتقاء بهذا التعاون بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين، بل أيضا لأنه أمر أساسي لأمن واستقرار الإقليمي وإعادة توازن المنطقة طالما شكلت مصر والعراق حجر الأساس في هذا التوازن. نحن أيضا نولي أهمية قصوى للجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة التي عقدنا اجتماعا مهما لها في عمان في آب الماضي، ونريد من هذا التعاون الثلاثي أن يتطور إلى إطار مستدام للتكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي. من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الأمن المائي يعد من قضايا الأمن القومي المشترك لكل من العراق ومصر، مشيرا إلى أن الاتفاق وضع خطة زمنية لتفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقات بين بغداد والقاهرة. توافقنا على أن قضية الأمن المائي للدولتين باعتبارهم دولتي مصب هي قضايا أمن قومي مشتركة، وبنؤكد تماما على أن مصالح الدولتين في الحفاظ على مواردهم المائية ده شيء يعني يمس الأمن القومي العربي، وبالتالي ضرورة أن يتم مراعاة دائما مصالح الدولتين فيما يخص من مواردهم المائية إن شاء الله. بعد هذه الاجتماعات والفعاليات للجنة العليا المشتركة ما بين الدولتين وتوقيع العديد من المذكرات التفاهم، الحقيقة النهاردة أنا شرفت بحضوري أنا ودولة الرئيس مصطفى الكاظمي حضور هذه التوقيعات، إن شاء الله التوجيه للسادة الوزراء بوضع خطة زمنية محددة لتفعيل وتنفيذ هذه البروتوكولات وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين بإذن الله. وخلال الملتقى الاقتصادي والتجاري العراقي المصري، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنشيط وتطوير القطاع الخاص في العراق والاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الإصلاح المالي والاقتصادي. الكاظمي وخلال افتتاح الملتقى أشار إلى أن الأزمة الحالية دفعت الحكومة إلى التخطيط المدروس لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ليكون فاعلا ومؤثرا في مشاريع التنمية وفي نشاط السوق المحلية، مبينا أن الحكومة ملتزمة بتطوير الشراكة مع مصر والعمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق وتذليل الصعوبات أمام قدوم الشركات المصرية. هذا ووقع الجانبان العراقي والمصري بحضور الكاظمي ومدبولي 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات مختلفة،
بيان لمكتب رئيس الوزراء أوضح أن الاتفاقات شملت قطاعات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية، مبينا أن رئيس وزراء البلدين وقعا محضر اللجنة العليا العراقية المصرية. كما واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين. وفي لقاء آخر استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي في مبنى مجلس النواب رئيس الوزراء المصري والوفد الوزاري المرافق له. وفق سياسة الانفتاح على الجيران والمحيط الإقليمي والدولي، تسعى الحكومة لبناء علاقات قائمة على مصالح العراق العليا وفتح بوابات جديدة للاستثمار. تلك السياسة أثمرت حتى الآن عن توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون بمجالات عدة، كان آخرها مع مصر. انفتاح عراقي على الدول العربية عبر سلسلة زيارات متبادلة ما بين الوفود الرسمية وعلى أعلى المستويات، وإبرام الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، زيارات تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية وفتح آفاق التعاون التجاري والاقتصادي وإعادة العراق إلى مكانته الطبيعية في المنطقة. العراق بادر بزيارات إلى مصر وأسست إلى أوراق عمل، وخصوصا الجنبة الاقتصادية التي يكون هي بوابة للمرحلة الحالية التي لابد من السلطة التنفيذية تغيير في رسم السياسات. الساحة العربية هي خالية من الحراك والتبادل السياسي. بغداد سعت إلى عودة ذلك المشهد بالمستوى الإقليمي، وهذا المشهد يأتي بالفائدة على السلطة التنفيذية العراقية. السياسة الخارجية للحكومة العراقية لم تقتصر على الدول العربية فحسب، وإنما على الدول الإقليمية، فضلا عن الانفتاح على أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي. وهي سياسة يراها مراقبون أنها ستنعكس إيجابا على علاقات العراق الدبلوماسية مع تلك الدول، فضلا عن علاقاته الاقتصادية والثقافية وغيرها. اليوم نلاحظ أن هناك سياسة خارجية تتجه باتجاه خلق حوارات استراتيجية، خلق لغة التفاهمات. اليوم يدفع العراق باتجاه إبرام معاهدات، إبرام اتفاقيات، مذكرات تفاهم، لأنه اليوم هناك اشتراطات دولية من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية، من أجل الحصول على مكاسب حتى ودعم عسكري، من أجل الحصول على مكاسب ربما قضائية. وبحسب متابعين، فإن بغداد تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم والإقليم والابتعاد عن سياسة المحاور من أجل توسيع دائرة علاقاتها في مختلف المجالات وحل المسائل والملفات العالقة من خلال الحوار الاستراتيجي. تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين العراق ودول العالم سياسة تتبعها الحكومة العراقية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية المبنية على أسس متينة، فضلا عن فتح آفاق اقتصادية وجلب الاستثمارات. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. بعد إغلاق استمر أكثر من عام نتيجة تظاهرات الشعبية، أعلنت خلية الإعلام الأمني عادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد. وذكرت الخلية في بيان أن الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية باشرت في ساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها إلى وضعها الطبيعي. وأشارت إلى أن الحركة بدأت من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية بالتزامن مع استمرار الجهود الخدمية المستمرة. جسر الجمهورية وساحة التحرير مركز الاحتجاجات يفتحان أمام المواطنين وحركة سير المركبات بعد إغلاقهما لأكثر من عام. قيادة العمليات والقوات الأمنية والاستخبارية والساندة الأخرى باشرت بعمليات رفع الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة لتعود حركة المرور بشكل طبيعي. لأهمية ساحة التحرير كمنطقة حيوية تجارية وما يتعلق بجسر الجمهورية
وبعد نداء من الأبطال المتظاهرين السلميين بأهمية دخول القطعات الأمنية داخل الساحة لحمايتهم، ولغرض رفع بعض الخيم والسرادق اللي موجودة أصلاً في وسط الساحة والشارع ولإعادة الحياة لهذه المنطقة. باشرنا بفتح الطرق وإزالة التجاوزات على الطريق سواء كان الصبات، والأمور تسير بشكل طبيعي. الآن الجهد الهندسي مستمر لقيادة قوات الشرطة وكذلك عمال التنظيف لقيادة قوات الشرطة الاتحادية. ومنذ ساعات الصباح الأولى باشر الجهد الهندسي لعمليات بغداد وقيادة الشرطة الاتحادية وأمانة بغداد بعمليات تأهيل وتنظيف للمنطقة، رافقها انتشار للقوات الأمنية والمرور. كما نرى عودة شريان الحياة إلى ساحة التحرير، إلى جسر الجمهورية وإلى كل المناطق اللي حقيقة سوف تسهم في تقليل الزخم المروري وأيضا عودة الحياة الاقتصادية لهذه المنطقة. القوات الأمنية بذلت جهود كبيرة في حفظ المال العام والخاص والأخوة المتظاهرين. دورنا كمرور انتشروا ضمن الساحة، بعد ما يتم إن شاء الله جهود الأمانة يكملون تنظيف ساحة التحرير جميع اتجاهات، إن شاء الله يتم فتحها بالكامل مع وجود دوريات المرور جميعا. أطنان كبيرة حقيقة رفعت من هذه الساحة ومخلفات، تشوفون حركة السير آمن من جسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير باتجاه ساحة الطيران. وعادت الحياة مجددا في الجمهورية والتحرير، وعادت معها الحركة التجارية بعد توقفها على مدار أكثر من عام. تعاون المتظاهرين السلميين مع القوات الأمنية كان له دور كبير في فتح منطقة التحرير وبجميع الاتجاهات. بعد أكثر من عام على إغلاقه، جسر الجمهورية يعود مجدداً أهم ممر حيوي صوب العاصمة بغداد. من على جسر الجمهورية ببغداد، سحر الإبراهيمي، العراقية الإخبارية. قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاطا أكد أن جميع الطرق في منطقة الباب الشرقي أصبحت سالكة أمام المواطنين بعد رفع جميع الكتل الكونكريتية منها. البطاط وفي تصريح للإخبارية أشار إلى أن قوات الجيش تسلمت بناية المطعم التركي من قبل المتظاهرين. عملنا المهمة بشكل كامل وجهزنا منطقة التحرير وساحة الطيران وكذلك جسر الجمهورية ومنطقة البتاوين ورفع الصبات الكونكريتية سواء كان من جسر الجمهورية أو الكتل الكونكريتية اللي بالبتاوين وشارع أبو نعاس، ورفع كافة الصبات الموجودة في أفرع أبو نعاس أو البتاوين، وتقريبا أصبحت جميع المنطقة سالكة أمام عجلات المواطنين. بالتعاون مع الأخوة المتظاهرين الماسكين للمطعم التركي تم تسليمه لقوات الجيش، والآن مسكت بأحد قوات الجيش وبشكل دائمي، وكل الآن كل ساحة التحرير ومقترباتها الآن ممسوكة من قطعات سواء كان قطعات الجيش أو قطعات حفظ القانون، والآن دوريات النجدة وكذلك المرور. أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعاون المتظاهرين في فتح ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها. وقال الكاظمي في تغريدة إلى الشباب في ساحة التحرير: ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، واليوم أكدوا شموخهم الوطني بإداء أقصى درجات التعاون لفتح الساحة، مضيفا أن الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام. أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح بالدور الذي يلعبه مسيحيو الشرق في المنطقة وما يمثلونه من إرث تاريخي وتنوع ثقافي وديني مشترك مع باقي الأديان والطوائف. صالح وخلال استقباله البطريرك مارك إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريركس السريان الكاثوليك الإنطاكي بمناسبة الذكرى العاشرة لجريمة استهداف كنيسة سيدة النجاة، شدد على أهمية الحفاظ على هذا النسيج ووقف هجرة المسيحيين مع اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لأمنهم وحمايتهم أسوة بباقي الطوائف والأديان، كما ودعا إلى مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تسعى لضرب التعايش المشترك في المنطقة والعالم.
هذا وأحيا العشرات من المواطنين ورجال الدين وعدد من السياسيين الذكرى العاشرة لحادثة كنيسة سيدة النجاة وسط العاصمة بغداد، واستذكر العشرات من المسلمين والمسيحيين الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد العشرات من المصلين بينهم قساوسة بعد أن اقتحمت مجموعة انتحاريين مبنى الكنيسة للسريان الكاثوليك بمنطقة الكرادة أثناء أداء مراسيم القداس. حسن أهلنا في تذكار شهدائك الأبرار قادي شاتنا قادي شات حيثنا قادي شات لما يلقى ثناء حكمة ناحية ناجية من فاجعة كنيسة سيدة النجاة التي وقعت قبل عقد من الزمن في العاصمة بغداد. حكمة تصر على المجيء إلى الكنيسة في يوم استذكار الجريمة من كل عام. آهات وألم على فقد الأقارب والأصدقاء معا. ألم فاجعة كنيسة سيدة النجاة ما زال حاضرا داخل روحي وجسد العراقية المسيحية ثناء حكمة، رغم مرور 10 سنوات على وقوع الجريمة التي ارتكبتها مجموعة من الإرهابيين التكفيريين، وكانت ثناء إحدى الرهائن الذين حرروا على يد القوات الأمنية آنذاك. بهاتين اليدين حاولت ثناء إنقاذ أحد الكهنة الذي استشهد مع أكثر من 45 آخرين من أبناء الديانة المسيحية إثر العمل الإجرامي. طولنا 5 ساعات تحت رحمة الإرهابيين. أبونا توجه إلي، أنا كنت مسوي عملية ما أقدر أستلقي أرضا، فنزم راسي ونزلني للقع، قال لي لازم تنزلين راح يقتلوك لأن أنت الوحيدة الواقفة. أنا استلقيت يوم أبونا وسيم، يعني تقريبا من ربع ساعة كان يجينا واحد من الإرهابيين يم راسي بسطالة بخشمي بالضبط، ليه هسه أتذكر، صاح الشهادة وأطلق إطلاقه على رأس أبونا وسيم. ثناء تحضر هنا كل عام لإحياء ذكرى حادثة كنيسة سيدة النجاة، وتقيم الصلاة مع العديد من أبناء الديانة المسيحية وبمشاركة وحضور أشخاص من ديانات أخرى، أشخاص يؤكدون أن الألم ألم الجميع ولا يقتصر على مسيحي البلاد. رسالتنا هي السلام دائما، ونطلب السلام دائما إلى كل بلدنا وكل العالم إن شاء الله، ودائما نعيش إخوة مسيحيين وإسلام مهما صار بهذا العالم، ولكن اللي يجمعنا هو الإنسان دائما. كنا ضمن القوة الساندة التي دخلت إلى هذه الكنيسة. وجود المسيحيين ووجود الديانات الأخرى هو قوة للعراق. التعايش السلمي موجود كل الأطياف الشعب العراقي، وقوتنا هم طبعا أخواننا هم الإسلام، كل الطوائف راح نبقى واحد ووطن واحد وأرض واحدة، ما يفرقنا أي شيء. من هذا المكان يؤكد مسيحيو العراق وغيرهم من ديانات وطوائف أخرى أن قيم وتوجهات المتطرفين غير مقبولة بتاتا في المجتمع العراقي. من كنيسة سيدة النجاة في بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. من 3 محاور تواصل القوات الأمنية بمختلف صنوفها عمليات تطهير شمال قضاء المقدادية في ديالى، في وقت شدد فيه قادة أمنيون على استمرار العمليات لحين تطهير المنطقة من فلول الإرهابي بالكامل. اليوم الثاني من العمليات التي انطلقت بعد الجريمة التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية بحق الشيخ علي فضالة الكعبي وأولاده في قضاء المقدادية في محافظة ديالى، خلال قوة أمنية مشتركة لعمليات ديالى لمطاردة فلول داعش الإرهابي باتجاه منطقة الخيلانية مكان حدوث الجريمة، حيث تم مسح المنطقة بالكامل ولا زالت عمليات البحث عن المطلوبين والعابثين بأمن المحافظة. يوم الثاني من عملية تطهير منطقة شمال المقدادية
الآن بالتحديد في منطقة الخيلانية اللي صار بها الحادث قبل أيام، القطعات تعمل وفق الخطة المعدة إلها المؤلفة من فرقة الخامسة وشرطة ديالة وقطعات الحشد الشعبي والعشائري وبإسناد طيران الجيش البطل. الحقيقة الأمور إن شاء الله مطمئنة، وإحنا متابعين الإرهابيين، وإن شاء الله قادمة الأيام نكون أكون نتائج مرضية. هذه العمليات تبقى مستمرة لحين مسك المنطقة الخيلانية تحديدا والإلقاء القبض إن شاء الله على الجنات. محاور ثلاث شرعت من خلالها القطعات العسكرية بعملية التطهير ومسك الأرض في مناطق شمال المقدادية. المحاور كل من يبحث ضمن الخطة المرسومة له، الآن في منطقة الخيلانية العمليات والنتائج إن شاء الله تكون مرضية، لا مجال ولا وجود للإرهاب في محافظة ديالة. مستمرين بعملياتنا ملاحقة الإرهابيين، ونعاهد الله أولا ونعاهد عشائرنا ومن ثم أهالي منطقة شمال المقدادية، لن تهدأ لنا عين ولا بال إلا نأخذ القصاص العادل من الإرهابيين. للعراقية الإخبارية عدي عبد الكريم، محافظة ديالة. في مؤتمر عشائري أقيم بمنطقة النهروان من بغداد برعاية وزارة الداخلية، أكد الشيوخ المجتمعون استنكارهم لجريمتي ديالة وصلاح الدين التي نفذتها عناصر داعش الإرهابي، إضافة إلى رفعهم مهاجمة الفرق الصحية والتعليمية ومطالبتهم بحصر السلاح بيد الدولة، ومطالبين القوات الأمنية بأخذ دورها بالكامل بمثل هكذا أحداث. نستنكر ما حصل مع قبيلة بني الكعب. جرائم داعش الإرهابية الأخيرة في ديالة وصلاح الدين استنكرتها عشائر عراقية خلال مؤتمر لوزارة الداخلية أقيم في منطقة النهروان ببغداد، موقف عزز من دور هذه الشريحة في دعم القوات الأمنية في عموم المحافظات لإفشال الغاية من وراء تلك الجرائم. هذه العلاقة القوية بين العشائر والحكومة من أجل أن يسود القانون العام، وأود أن أستثمر هذا الجمع المبارك بضرورة أن تكون لكم مقفة وطنية حقيقية أخرى لمساندة ودعم قرارات الحكومة المركزية بما يخص ملف سحب السلاح وحصره بيد الدولة. محاولات عديدة حاولت أن تستهدف هذا المجتمع باتجاه التفرقة وبناء المشاريع المستوردة، ولكن الفضل لله الطبقة وبالذات شريحة شيوخ العشائر واعية لأنها خالية من أي أجندة حزبية أو أجندة أجنبية أو استيراد أفكار طائفية. الدقة اللاعشائرية بحسب وصف شيوخ العشائر ورفض الاعتداء على الكوادر الصحية والتعليمية وحصر السلاح بيد الدولة وانتشار المخدرات، أمور جدد المجتمعون على نبذها مطالبين القوات الأمنية بأخذ دورها ضد تلك الممارسات الدخيلة على المجتمع العراقي. هنالك بعض الأمور الشاذة عن العشائر في الآونة الأخيرة ظهرت، ومن ضمنها الدقة اللاعشائرية وحرق بيوت المسلمين. حقيقة هي عملية يحرمها الشرع والعرف. اليوم شيخ العشيرة مطالب أنه يثقف أبناء عشيرته، يثقف رؤساء عشائره، رؤساء أفقاده، على عدم الاعتداء على الكوادر الطبية، عدم الاعتداء على الكوادر التعليمية، عدم الاعتداء على كافة مجالات الحكومة. تتجدد مواقف العشائر العراقية مع كل اختبار أمني أو اجتماعي للتصدي لتلك التحديات، معلنة مع كل فرصة تصديها لتلك الحالات الشاذة والدخيلة على المجتمع العراقي. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد. تظاهر العشرات من أهالي منطقة حي البساتين في بغداد احتجاجا على قيام جهات بالاستيلاء على الأرض المخصصة لإنشاء طريق سريع يربط منطقة القناة بمناطق الشعب والراجدية، مطالبين برفع التجاوز عن الأرض والمباشرة في إنشاء الطريق الذي طال انتظاره. سكان حي البساتين في منطقة الشعب ومن خلال تجمع سلمي طالبوا أمانة بغداد بمنع وإزالة التجاوز على إحدى الأراضي المتروكة بعد تسييجها وإعلانها للإيجار كمشاتل زراعية. المتجمعون أكدوا أن الأرض مخصصة لطريق سريع يربط منطقة القناة بمناطق الشعب والراجدية. المشكلة جماعة يجون قاعد يسيجونه، وبعد التسييج ياخذونه يقسمونه وعرضوا القطعه 100 ب 25.
هي الارض المنتابعة. الارض هي تابعه للامانه، ابو الوقف يقول اليه، وابو الامانه يقول لا، من ضمن مشاريعي بكتب موثوقه وتاهت. هاي المنطقه اذا تقسمت وصار تجاوز عليها راح تصير فوضى، وهذا المشاريع استراتيجيه مال البلد ما راح تصير. اجوا سيجوا جماعه على اساس معزلين زراعي مشاتل، فهو مو مشاتل، تبين انه راح تتوزع هاي 100 100، قطع مو قانونيه. احنا بنطالب برفع التجاوز ازالتها، مو احنا جاي ندعم التجاوز، احنا مواطنين، احنا مو سلطه، احنا نطالب السلطات المختصه بازاله هذا التجاوز. دائره بلديه الشعب ومن خلال قسم ازاله التجاوزات اكدت ان الارض المذكوره لن يتم التجاوز عليها من اي جهه، وان عمليه احاطتها بسياج لتكون تحت نظر البلديه ومتابعتها اليوميه لمنع اي تجاوز عليها. احب ان ابين للمواطنين الساكنين في منطقه حي البساتين ان يطمئنوا على هذه الارض، لان هذه الارض متابعه من قبل امانه بغداد وخصوصا داره بلديه الشعب، متابعه من قبلنا، وهناك شكلت لجنه من قبل المدير العام بمراقبتها يومين واعطاها موقف يومي الى السيد المدير العام محترم اذا اكو هناك يجاوز عليها او اي شخص يحاول يبني بها، فقط التسييج. وتؤكد أمانة بغداد أن لديها خطة جديدة لإزالة جميع أنواع التجاوزات من خلال التنسيق مع القوات الأمنية والتواصل المباشر والفعال بين القواطع البلدية والقوات الماسكة للأرض في مختلف أحياء العاصمة. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. في أقل حصيلة أو حصيلة إصابات يومية منذ عدة أشهر، سجلت وزارة الصحة 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق. وذكرت الوزارة في موقف وبائي اليومي أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء بلغت 2414 حالة خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أن المستشفيات رصدت وفاة 48 حالة نتيجة مضاعفات للوباء. ارتفاع ملحوظ في حالات الشفاء من فيروس كورونا تشهده غالبية المحافظات العراقية مقارنة بالإصابات اليومية، في وقت شددت فيه الملاكات الطبية بضرورة عدم التهاون بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي. تراجع أعداد الإصابات والوفيات في المستشفيات في المحافظات العراقية، تراجع عزتها الملاكات الطبية إلى أهمية الإجراءات المساهمة في الحد من الجائحة لتلقي المصابين الجرعات العلاجية للفيروس، إلى جانب رفع المعنويات خلال تواجد الأطباء والممرضين في غرفة العزل. احنا من بداية جائحة كورونا صدينا بشكل فعال جدا للجائحة، وسخرنا كوادرنا الطبية والكوادر الوسطية وعمالنا كلها لأجل التصدي لهذه الجائحة. حاليا احنا دا نتعامل ويا الوضع بمعطياته، مثلا حاليا احنا نشوف الاصابات اقل من ذيك الفتره، او الاصابات الشديده، الاصابات البسيطه والمتوسطه عاده ما تدخل مستشفى. احنا اول ما نطبع المريض اول شيء نقدم له النصائح، وبعدين اول العلاج، وبعدين نشجعه نقوي نقول له انه هذا المرض يعني لازم انت تصير اقوى من عنده، على مود تقوم بالسلامه، هواي مصابين قبلك انصابوا وقاموا، فاحنا يعني ويا المريض يعني أكثر شيء نقول إنه حالته النفسية. فيما وجهت الملاكات الطبية للحفاظ على مستوى الالتزام بالشروط الصحية، لا سيما في الأسواق والحدائق العامة، ولطلبة المدارس الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني. طلاب الامتحانات يعني أهم شيء إنه يلتزمون بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية اللي تصدرها وزارة الصحة خلية الأزمة بالنسبة للكمامات وأيضا للتباعد الاجتماعي. خدمات أول بأول ودعم لا محدود لجميع المرضى، وإن شاء الله هالأيام الوضع يعني الحمد لله أكثر من يعني وضع مستقر. أحس الدائرة صحة بغداد الكرخ يعني مسيطرة. اهتمام ملحوظ تعمل عليها الملاكات الطبية والصحية والخدمية في مستشفى الكرخ، لا سيما وأن الاستعدادات مستمرة لأي حدث طارئ وفق ما وجهت به وزارة الصحة. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.
أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون فرض إغلاق عام في إنجلترا يمتد لأربعة أسابيع بسبب تزايد إصابات كورونا. جونسون وفي مؤتمر صحفي له أكد أن لديه آمال قوية بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا العام المقبل. يجب أن تتخذ تدابير الآن من يوم الخميس حتى بداية ديسمبر. يجب أن تبقوا في منازلكم، يجب أن تلتزموا منازلكم، يمكنكم تخرجوا من المنزل للتعليم للعمل إذا لم تستطيعوا أن تعملوا من منازلكم، للتمرين والتدريبات بمفردكم أو ربما مع أفراد عائلتكم ومع شخص واحد فقط من خارج عائلتكم لزيارة الطبيب، وأيضا الحصول على الغذاء والتسوق وتوفير الرعاية لأقل الفئات ضعفا أو إذا كنتم متطوعين. المحال التجارية ومحال الترفيه سوف تغلق أبوابها. أعلم أن هذه القيود قاسية ولكن نحن نطلب أولئك الأقل هشاشة لكي يخفضوا من تواصلهم مع الآخرين وأن لا يذهبوا إلى أعمالهم إذا استطاعوا أن يعملوا من منازلهم. مشاهدينا تنضم لنا الآن مباشرة من لندن مراسلتنا هناك بركان الشكرتشي. أهلا بك بركان وأسعد في لقائك مرة أخرى. أهلا بركان. أهلا. رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون فرض إغلاق عام في إنجلترا يمتد لأربعة أسابيع وذلك خلال المؤتمر الصحفي. ما الأسباب التي دفعت جونسون إلى إعلان الإغلاق؟ نعم، الحكومة البريطانية والوضع هنا في بريطانيا وإنجلترا بشكل خاص وصل إلى حد محرج، بحيث أنه صرح يعني الواقع الآن هو أسوأ من السيناريو الذي كان متوقعا. طيب. بحيث أن المستشفيات أصبحت مكتظة وخصوصا مستشفيات جنوب غرب إنجلترا، إذا لم تتصرف الحكومة بسرعة جدا فسوف تمتلئ في الأسابيع القليلة القادمة، لذلك الخدمة ستكون انتقائية. لأول مرة ذكر جونسون بأن النظام الصحي قد يخذلنا في هذه الحالة، ويعني هذه الموجة هي أكبر بكثير من الموجة السابقة حسب البيانات والجداول التي وضحت في هذا المؤتمر الصحفي أيضا وبحضور العلماء. فيعني الخدمة الانتقائية لا تريدها الحكومة ولا يريدها أي أحد، بحيث أن الممرض أو الطبيب عليه أن يختار لأي الأشخاص يعطي أكسجين أو لا يعطيه، وهذا صعب للغاية. هناك الكثير من يعني الإصابات تعدت المليون الآن، لذلك على الحكومة. طيب بركان، ما الأسباب وراء ارتفاع عدد الإصابات في بريطانيا؟ يعني مثلا حزب العمال المعارض ذكر عدة مرات بأننا يعني ذكرنا يجب هذا الإغلاق كان عليه يجب أن يكون قبل أكثر من أسبوعين. لماذا لم تأخذوا برأي الأطباء؟ كان هناك السير باتريك فالانس وهو موجود في المؤتمر الصحفي وقد سئل. طيب. يعني لماذا لم يأخذ الحكومة لم تأخذ برأي العلماء؟ السير باتريك فالانس أجاب بأن كل رأي لديها يعني سلبياته وإيجابياته. الحكومة اتخذت خطة المستويات الثلاث قبل مدة قليلة، بدأت يعني مستوى المتوسط والمرتفع، والمرتفع جدا مناطق بريطانيا بدأت تسحب جميعها من المتوسط إلى العالي وإلى الأعلى، لذلك الحكومة ملامة وكثيرا في هذه طيب المسألة. بركان لو تمعنا جيدا في خطاب طيب بركان لو تمعنا جيدا في خطاب بوريس جونسون اليوم خاصة في لقائه الصحفي، أكد أن لديه آمال جدا قوية بالتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هذا العام، وفي المقابل دعا إلى إغلاق تام. كيف يفسر هذا التناقض؟ يعني دائما هناك آمال بإيجاد لقاح. المملكة المتحدة لحد قبل أيام قليلة اشترت وحجزت 20 مليون جرعة أخرى من شركة رابعة أو خامسة لتطوير لقاح وهي فايزر،
وبيونتك هناك شركة وإمبريال كوليج ولقاح أكسفورد، وهي تستعد لهذا الأمر وهناك أمال كبيرة بهذا الشأن. هناك من يقول نهاية هذا العام، والبعض الآخر كما ذكر اليوم في المؤتمر الصحفي في الربع الأول من العام القادم. يعني هناك عمل حثيث ومستمر لعدة شركات وعلى عدة جوانب، وبريطانيا تسعى إلى حجز الكثير من الجرعات، لكن في نفس الوقت يعني الوضع على الأرض الواقع يعني مختلف. الإصابات تعدت مرحلة كبيرة، لذلك يعني كانت الحكومة تتحاشى الوصول لهذه الحالة لكن اضطرت إليها. طيب. وبسبب يعني الاقتصاد طبعا والحالة النفسية. واضح. طيب بركان، المدارس الإغلاق أو فرض الإغلاق الذي فرضه بوريس جونسون، ماذا سيشمل هذا الإغلاق؟ يعني متى يفترض تطبيقه؟ تقريبا نفس الإغلاق الذي كان في الموجة الأولى، العمل من المنازل، عدم التزاور، المتاجر الغير تبيع المواد الغير أساسية جميعها مغلقة، الترفيه، المطاعم، الحانات، كل شيء مغلق ما عدا الأسواق للمواد الغذائية الأساسية، والتي دعا جونسون الناس بأن لا يتبضعوا بشكل مبالغ به لأنها ستكون مفتوحة والبضاعة ستكون متوفرة. الفرق الوحيد هو المدارس والجامعات ستظل مفتوحة. كبار السن يعني لم يعني يعني عليهم أن يلتزموا بالإجراءات وبحذر شديد، لكن ليس عليهم حجر يعني أو حجر صحي إجباري. بإمكانهم الخروج للرياضة مثلا، بالنسبة للبقية بإمكانهم الخروج للرياضة، هذا هو فقط. أما غير ذلك فالإغلاق هو حاسم وشامل، كما في الإغلاق الذي شهدناه في آذار، وربما أكثر بسبب الإصابات الموجودة عدا مسألة المدارس والجامعات. فالوضع هنا يعني صعب جدا، وعلى مدى 6 أسابيع بالحقيقة القادمة هو ليس جيد. لذلك الحكومة مثلا في يعني كان من المفترض اليوم في منتصف الليل سوف يعني تنتهي مدة دعم الموظفين ورواتبهم، مددت هذه المدة لحين يعني انتهاء الإغلاق في تشرين الثاني، في كانون الأول، بداية كانون الأول، لكي تشمل 80% من رواتبهم. فالأمور هي بسبب الاقتصاد بالحقيقة. بركان، أنا أشكرك الشكر الجزيل. كنت معي مباشرة من لندن المراسلة بركان الشكرشي، شكرا لك بركان. إلى ذلك، أعلنت اليونان تمديد حظر التجوال الليلي وغلق المطاعم والحانات في مناطق الاقتضاض لمدة شهر للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكرت السلطات اليونانية أن القواعد الجديدة ترتكز على إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية، واعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، تجنبا لانتشار العدوى لفيروس كورونا. أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران فرض قيود جديدة في عدد من المحافظات والمدن. اللجنة أكدت فرض قيود لـ10 أيام على 25 مرة.